أعلنت وزارة الصحة اليوم شفاء 162 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 3263 حالة. وقالت الوزارة في بيان أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.